عدل هذه الوقفه هذه تضامنا مع الموظفين لما تعرفوه هذه الظرفيه ديال كوفيد 19 من اختلالات داخل المحاكم في الاحتراز الصحي من اجل الموظفين، وكذلك التكدس اللي تعرفوه الموظفين داخل المكاتب ديالها، وكذلك احتراز عرفات واحد تكاثر الحالات اللي مصابه بكوفيد 19 ما يزيد على 21 حالة. بهذه المناسبة تنتمنوا لهم الشفاء جميعا إن شاء الله، وكذلك تنترحموا على الموظفين اللي فقدناهم في هذه الجائحة هذه في المغرب كامل، وتنتمنوا أن يرفعنا الله الوباء، وشكرا. حين الموظفين ديال الإضراب والمصالح ديال المواطنين كتعطل، وهذه مدة كنجيو كنلقاو تأجيل ديال الجلسات، تأجيل ديال هذه، وهذا الشيء كنطلبوا من المسؤولين باش ياخذوا مسائل استباقيه لهذا الشيء قبل ما يوقع المواطن يبقى هو الضحيه. كيبقى غادي يجي في الادارات لا في الجامعات لا في السبيطارات لا في المحاكم، العود فاش غادي يجي من واحد المدينه كيقضي واحد الغارات نص ساعه ديال المقالة ولا ساعه، كيولي اليوم غدا يجي غدا. انا جيت من شهر سبعه بغيت نخلص واحد الكره، قالوا لي سير تال كان كوفيد تال شهر تسعود، جينا اليوم تالي كنتفاجئوا بهذه الوقفه ديال الموظفين الله يكون في العون. قال لك ما عندهمش التعقيم، ما عندهمش التباعد الاجتماعي، ما عندهمش، ولكن الضحيه والاخير هو المواطن اللي كيجي يقضي المسائل ديالو كيبقى هو غادي جاي تسجيل. وكنتمناو المسؤولين في هذه البلاد يقوموا الواجب ديالهم، راه هما كيتخلصوا من عند المواطن فلوس الضرائب، في الاخر المواطن ما كيلقاش ديك الخدمه اللي في المستوى. تحيه والمطالب ديالنا كنطالبوا بهاد الناس هاد المسؤولين باش يقولوا باقي لهاد الشيء قبل ما يوصلوا للناس، يطلبوهم يجيو عندهم يقولوا ما شخصهم هادي، يديروا لهم التهويه كما كيطالبوا كما كيقولوا، وباش المواطن يجي يلقى يقضي غرض ديالو ويمشي تاهو الله يكون في العون. متابعه مسؤوليه تابعه هذه المطالب، مطالب كثيره كثيره، وكنتمنوا المسؤولين اللي دايرين به يخدموا ويشوفوا اما ماشي ممكن بحال المحكمه المدنيه اللي كتستقبل واحد المواطنين كثار كثار كثار، وكتدخل واحد كتدخل شي دواسه كثار كثار، وما كتلقاش كتلقى بحال هكا بحال هذا المشكل. جي اليوم جي غدا سير غدا سير غدا. كنتمنوا خير، كنتمنوا خير لهذه البلاد تمشي لقدام، كنتمنوا من الله. إلى عجبك الفيديو خلينا إعجاب وتعليق، دير أبوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.